حياكم الله مشاهدينا، بنتابع مع مواقع التواصل الاجتماعي ونبدا مع تويتر وما اخترناه من هاشتاجات. من اكثر الهاشتاجز تداولا في السعوديه اليوم هاشتاج فقه الجلوس عند الوالدين. نحول ترى ان من اصول هذا الفقه الاتي: اذا جلست مع اخوانك عند والديك فلا تتحدثوا في امور لا تهمهما، واختر ما يعجبهما ويوافق اهتمامهما. اما هند فتنصح: ارمي جوالك او اقفله، سولف معهم واعطهم بالك، ادخل الفرح والسرور عليهم، لا تقاطع حديثهم، ثم رد بلطف وابتسامة. الهاشتاج الثاني الذي اخترناه لكم اليوم هو من حقوق النائم، التي من أبسطها بحسب ماي: ما تطفي المكيف، ما تخلي الباب مفتوح، ما تفتح النور، إذا جبت أكل تجيب له معك، تراه نايم مو ميت. أما شهد فتصر على ما يلي: عدم فتح الباب والشباك، وعدم إغلاق المكيف، وعدم الكذب عليه بشأن الوقت، وعدم أخذ خصوصياته من جوال أو شاحن، وعدم سحب مخدته وفراشه. ومن تويتر إلى اليوتيوب، وفقط في الصين نجد حل واختراع لكل شيء. نتابع. من اليوتيوب ننتقل إلى موقع سيدتي دوت نت وأبرز المواضيع اللي اخترناها لكم لفقرة اليوم. ومن أنجح مواضيع سيدتي نت على تويتر لهذا اليوم: قضية المرأة التي حاولت تهريب الكوكايين ببطن اصطناعي. لمشاهدة الصور زوري موقع سيدتي نت في قسم أخبار أسرة ومجتمع. ومن أبرز المواضيع التي لاقت تفاعلاً على صفحة سيدتي نت على الفيسبوك اليوم: موضوع الرشاقة بعد الولادة، فكثير من النجمات يخسرون الوزن الزائد بعد الولادة. وبهذا الصدد التقت سيدتي نت بخبيرة لتشارك القراء أسرار خسارة الوزن بعد الولادة بسرعة النجمات. للتفاصيل زوروا موقع سيدتي نت في قسم صحة ورشاقة في لايف ستايل. بعد ما تعرفنا على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا، فاصل ورجعين لكم، خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل. ومن الرياض الثوب العربي بصور عصرية.